اقرأوا التاريخ، ما هو مصير من كذب الأنبياء وأبقى علاقته مع الطواغيت، مع ظلمه، مع الجائرين؟ استعين بالظالم؟ الله يقول أنا ما استعين فيه ولا تستعن به. هذا أيضا لتأكيد نظرية عدم شرعية الطاغوت في أي مجال، حتى ولو كنت محتاجا. يقول والله مصلحتي وأرضي وبيتي وإرثي وما أدري كذا، يقول هنا خلاف العبودية لله، ولا يجوز الاستعانة بالظالم لاسترداد حقه. العلاقة مع الظالم في جميع المجالات لا تجوز. لذلك ثمرة اجتناب الطاغوت، مهما لاقيت من آلام، مهما واجهتك من صعاب، من عذاب، من اعتقال، من مطاردة، من قتل، من تجويع، يقول لكن هذا كله يسوى، لأن ثمرة الجنة. الذي يتحاكم إلى الطاغوت، إلى الظالم، إلى الجار، فهو غير مؤمن بما أنزل الله. ادعاء فقط. اللي يلجأ إلى الحاكم الظالم، إلى القاضي الظالم، إلى العالم الظالم، ويترك الحاكم العادل، القاضي العادل، العالم العادل، هذا منافق. منافق، كافر، منافق، غير مؤمن. يدور المبررات في علاقته مع الحاكم الظالم، مصلحة المجتمع وما أدري شنو، دي كلها أوهام يخدع بها نفسه ويخدع بها الضالين ممن اتبعه. أوهام، يريد مصلحة الناس، كذب، يريد ذاته،